يوم مميز عندنا جدا، بداية الخليقة. الرب رأى أنه ليس جيدا أو ليس حسنا أن يكون آدم وحده، فشو عمل؟ قال له اختار لك واحدة من الجنة، صح؟ قال له خذ لك واحدة تفصيل على الكتالوج اللي أنت عايزه. قال له طب اختار لك واحدة سمراء بيضة من لبنان، من العراق، من المغرب، من مصر. قال له اختار لك. ولا عمل هيك الرب. تعرفوا ليه؟ لأنه كل شيء ممكن يعطيك الرب من أهلك، من عيلتك، من ناسك، باختياراتك، إلا الزوجة. هي من الرب، هي من الرب. لما تكون الزوجة من الرب يكون البيت مليان بحضور الرب. يكون البيت مهما حصل من ظروف، مهما حصل من أشياء، الميراث من عند الآباء، أما المرأة المتقية الرب فهي من عند الرب. أمين. خلونا نقف ثواني بس، وإحنا بناخذ كلمة على لسان القديس بطرس، وناخذ هذه الكلمة لأجل تعليمنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. بطرس الأولى 3، ناخذ 6 أعداد. كذلك أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديم الفساد، زينة الروح الوديعة الهادئة الذي هو قدام الله كثير الثمن. فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرت أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوف البتة. آمين. تفضل استراحوا. الرب يبارككم جميعا. فرحانين نكون مع بعض هذا اليوم وإحنا بنسمع كلمة الرب لهذا الوقت. رسالتي هي هامة. أنا قلت رسالة ممكن تكون لمستقبل أسرة، ممكن تكون الآن، وممكن تكون من ماضي، يعني حياة زوجية مستمرة، لكن ممكن أخلي إيدي على بعض الأمور وأفتكر بعض الأخطاء وأصلح من حياتي لأيام قادمة. فهي تغطي، يعني تغطي مجموعة كبيرة جدا من العلاقات الزوجية. كان دائما شاغلني إسحاق. إسحاق كان عنده أم رائعة، عارفين شو اسمها؟ سارة. لكن في وقت من الأوقات سارة غادرت، ماتت سارة. فإسحاق كان متعلق بسارة جدا، كان هو وحيد سارة. وأتى وقت الزواج واختاروا لإسحاق امرأة اسمها رفقة. شو العزاني برفقة؟ لما إسحاق رأى رفقة يقول أخذها إلى خباء أمه وأحبها وتعزى بها. اسمعوا هاي الكلمات الثلاثة، أخذها إلى أي مكان؟ ما راح أخذها بشقة الوحدة ولا بخيمة الوحدة ولا المكان الوحدة، قد ما هو متعلق، شعر داخله أنه هذه الزوجة راح تكون أم وزوجة وأخت وصديقة وحبيبة، وأحبها جدا، وكانت له عوض أمه. هذه الكلمات فيها تعزية بالروح القدس. اليوم عيد المرأة وعيد الأم، على قلبي كل أم تفرح، على قلبي هذه الأيام ما تتعوض. حتجي وقت تقول وين فلان وين فلان وين فلان، ما دام فلان موجود الآن بالوسط تمتعوا به، احكوا معه، شاركوه، عيشوا بقرب. يعني يجي وقت القريب ممكن يكون بعيد، لكنه رح نتعزى حج يوم كلنا نكون مع الناس الأمناء. طيب، كيف يجب أن تكون الأسرة المسيحية؟ رح أعطي صفتين أو رح أعطي نموذجين. نموذج الأول هو الصفات الإيجابية في بناء البيت. هناك 4 صفات من الكتاب المقدس، صفات إيجابية للمرأة المؤمنة الحقيقية اللي تحب تكون بيتها بيت حقيقي، بيت مسيحي. ورح نحكي صفات سلبية
وبعد ما أحكي الصفات السلبية أحاول أكون قريب من هذا الباب، لأنه خوفاً من أي ردود أفعال معادية في هذا الموضوع. وبعدين راح أعطي خلاصة وأرجع، الرب يستر من هذه الليلة تعدي على خير. آمين. طيب نأخذ الصفات الأربعة اللي قلناها في المرأة، أو الصفات الإيجابية الأربعة اللي حكاها الرب على فم كاتب سفر الأمثال. مين كاتب سفر الأمثال؟ سليمان الحكيم. سليمان الحكيم أول صفة قال عن المرأة هي حكيمة. الحكمة المرأة شو تعمل؟ تبني بيتها. أو المرأة الحكيمة تبني بيتها. كيف هذه المرأة الحكيمة تبني بيتها؟ قرينا الشاهد من دقائق. قال في امرأة كان اسمها سارة. بالمناسبة عندي مفاجأة للرجال، يمكن أول مرة تسمعون هذه المفاجأة. سارة كانت تقول لإبراهيم، لكن بالمناسبة ما كانت تقول هذه الكلمة بشكل علني. يعني مش كل ما يدخل البيت تقول له سيدي، ولا تقول له سيدي قدام الناس. اللغة الأصلية بتقول كانت في قلبها تقول له يا سيدي. لما كان يتكلم ما كانت تقول له يا سيدي، هو مش السيد، لا، في قلبها كانت تكون له الاحترام كأنه سيد على حياتها. كانت في داخلها تشعر أنه هو سيدها، وهذا كلام رائع جدا. في الداخل أهم من الخارج. ممكن تقول لك سيدي لكن داخلها تكون عندها صفات أخرى. بس هذه سارة زي ما قال الكتاب، قال أعطانا مثل على الإمرأة الحكيمة، قال هكذا كانت قديما النساء مين؟ القديسات المؤمنات. هذه مواصفات النساء القديسات المؤمنات. وقال كلمة أخرى، المتوكلات على الرب. فعندي صفتين هم للمرأة الحكيمة، هي مرأة مؤمنة لها علاقة مع الرب، وبنفس الوقت هي متوكلة، مش على ذاتها، مش على زوجها، مش على الناس من حولها، هي اتكالة بالكامل على الرب. يقول كلمة هامة، يقول خاضعات لرجالهن، بتقدم الخضوع بمحبة، بتقدم لزوجها الخضوع، بتقدم لزوجها المحبة، مؤمنة بالرب، تعيش كلمة الله بالكامل، داعية إياه سيدها التي صرتن أولادها، صانعات خير غير خائفات خوف البتة. هذه كلمات مهمة، خلي حواليها دائرة. المرأة اللي متمثلة بسارة، قديسة سارة، هو مش ما أنا بقول، هو بيقول قديما النساء القديسات، بيقول عنهم كان لهم صفة، غير خائفات البتة، صانعات خير، كانوا في داخلهم يقدموا المحبة والاحترام لرجال، متوكلات على الرب، عايشين بمخافة الرب. مين هدول؟ قال عنهم سفر الأمثال، المرأة الحكيمة تبني بيتها بهذه الطريقة. أمين؟ هذه أول صفة للمرأة جيدة حد الآن، سلامت. ندخل بالصفة الثانية للمرأة، قال عنها الزوجة المتعقلة. متعقل أو العاقلة، يعني شو عاقلة ومتعقلة؟ خلينا نشوف الآية أمثال 19-14. البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة هي من الرب، أو هي نعمة من الرب. هي نعمة من الرب. شو الزوجة متعقلة؟ زوجة المتعقلة أو الزوجة العاقلة أو الزوجة اللي يقول عن الكتاب تعيش مع الرب، يقول هذه الكلمات، يقول كذلك أيها النساء كنا خاضعات لرجال كنا حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. بعض الناس يقول لك زوجي غير مؤمن خليني أترك زوجي وأمشي. في بعض النساء تقول لك لا أنا مش قادرة أكمل مع زوجي لأنه في هيك في هيك. المرأة المتعقلة، المرأة العاقلة، المرأة اللي هي اسمع، ميراثك من أبوك وأمك، لكن المرأة العاقلة أو المتعقلة هي ميراثك من الرب، هي نعمة في حياتك. المرأة المتعقلة العاقلة هي نعمة في بيتك، هي هدية في بيتك، هي المرأة اللي قال عنا الكتاب يثق بها قلب رجلها فلا يحتاج إلى غنيمة، تفتح فمها بالحكمة
وفي لسانها سنة المعروف. مين المرأة المتعقلة؟ هي اللي تقدر تكسب زوجها حتى لو كان غير مؤمن. تكسبه مش بالكلمة، تكسبه بالطاعة، تكسبه بالمحبة، تكسبه بالعقل، بعقلها. امرأة ذكية، ذكية، مستنيرة، فاهمة. مش كل مشكلة أهلي، مش كل مشكلة فلان، مش مشكلة باي، مش هذه المرأة المتعقلة. مع احترامي للكل، المرأة المتعقلة هي اللي تكسب زوجها، مش بالكلمة، لأن زوجها يمكن مش فاهم بالكلمة، لكن تكسب زوجها من خلال سيرتها، من خلال إيمانها، من خلال طاعة، من خلال علاقة. يربحون أزواجهم بسيرة النساء بدون كلمة. ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، برغم كل المشاكل، برغم كل الظروف، لأنه ماسكة بزوجها. أنا بعرف هذه الكلمات لأنه عائلية بعض الأوقات بتاخدك بالأفكار لناس كثيرة. معلش سامحوني، هذه كلمة الرب. لو في امرأة غير متعقلة، صلي أنه الرب يلمس هذه المرأة، يعطيها نعمة حتى تقدر هي أيضا تريح قلب زوجها، تصنع له خيرا لا شرا. أمين؟ خلصنا اثنين؟ سلامات أخ سامي؟ سلامات. طيب نأخذ الزوجة الثالثة اللي حكى عن الكتاب، الزوجة الفاضلة. الفاضلة الامرأة فاضلة. سؤال، هل في امرأة فاضلة؟ الجواب رجال، مش النساء تقولي نعم، بدي الرجال يقولوا لي. اثنين، ثلاثة، ممنوع البوستة. امرأة فاضلة، شو يعني امرأة فاضلة؟ اسمعوني جيد، يقول من يجدها لأن ثمنها. إذن المرأة الفاضلة لها ثمن، لها ثمن. ما هو الثمن أو فدية أو الشيء اللي يندفع عن الإنسان؟ بالطبيعي ذهب، فضة، لآلئ، جواهر. لكن بهذا المقطع بيقول لأن ثمنها يفوق الذهب واللآلئ والجواهر وكل الخزائن اللي عندك. ليه؟ شو اللي بيميز هذه المرأة؟ كان في العهد القديم امرأة مهمة جدا اسمها راعوث. سامعين براعوث؟ راعوث تكون عندها حما اسمها نعمي أو نعمة. راعوث ونعمة. نعمة كان عندها ولدين، واحد من عندهم كان متزوج راعوث، وراعوث ما كانت من شعب الرب، كانت من شعب غريب، كانت من حظيرة أخرى، وتزوجت واحد من شعب الرب، وصادفت الأقدار أنه يموت زوجها، يموت حماها، ويموت أخو زوجها. فكان الخيار لنعمة أمام راعوث، يا راعوث أنت لساتك صغيرة، ارجعي لبيت أهلك، ارجعي لعائلتك، ارجعي لعشيرتك، وطريق مفتوح، ممكن في حدا يتزوجك. كانت امرأة فاضلة لسبب واحد فقط. السبب، قالت لحماتها نعمي كلمات هامة جدا، إلهك إلهي وشعبك شعبي. لما قالت هذه الكلمة وتقابلت مع بوعز اللي أخذها، قال بوعز هذه الكلمات لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة، كل الناس تعرف أنك أنت اخترت المسيح، كل الناس تعرف أنك ما تعاملت زي باقي الناس، كل الناس تعرف، كل الناس لما تيجي تحلف براسك هذا البيت فيه امرأة فاضلة، هذا الرجل متزوج امرأة فاضلة. كيف يعرفوا أنه هذا الرجل متزوج امرأة فاضلة؟ تعرفوا كيف؟ أقول لكم الشاهد، أمثال 12:4، المرأة الفاضلة تاج. يعني شو تاج اللي بعليها؟ كان بالعهد القديم لما كان في فساد كثير بالأرض، نادرا مش راح تلاقي امرأة تكون شريفة فاضلة، يعني شريفة أيضا. فكان الرجل اللي زوجته تحافظ على بيته، تحافظ على شرفه، تحافظ على علاقته، شو كانوا يعملوا له خلال مدة معينة؟ كانوا يجيبوا هذا الرجل بالنص ويلبسوا إكليل على رأسه، علامة أنه زوجته هي امرأة فاضلة أو امرأة شريفة أو امرأة مميزة. هذا السبب حكى الكتاب هذه الكلمات، قال المرأة الفاضلة تاج.
تاج لبعلها. أمين؟ وقال على الإمرأة الفاضلة زي ما قلنا، من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ، هي تريح قلب رجلها تصنع. مش موجودة هذه الآيات في سفر الأمثال 31، بس أنا بضيفها، تصنع له خيرا لا شرا. كمان مرتبطة بالعلاقة الزوجية والبيت والأسرة، بنوها معروفين، زوجها معروف. شو اللي بيخلي مميزة هذه الامرأة؟ لأن هي امرأة فاضلة. الرب يقول هي تاج توضع على رأس زوجها. أي مكان يروح زوجها معروف هذا الرجل عنده امرأة فاضلة، هذا الرجل عنده امرأة تاج. ما تقول هيك تاج 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 للرأس. سمعين هاي الكلمة؟ تاج على رأسي، تاج رأسي. فالمرأة الفاضلة هي تاج رأس الرجل. آمين آمين. الله يستر. آخر نقطة حسنة في المرأة، وبعدها أغير المنبر. آخر نقطة حسنة، الزوجة التقية. الزوجة التقية، الشكل يتغير، الجمال يتغير، العمر له دوره. كتاب يقول الجمال أو الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. أعطوها من ثمر يديها، يعني أولادها وأحفادها، ولتمدح أعمالها في الأبواب. من هي المرأة التقية؟ المرأة التقية عندها ثلاث صفات هامة جدا. هي مرأة مطمئنة. ليه؟ لأنه هي مستندة أو متقية أو أدى جواتها مخافة الرب، هي ما خايفة من الظروف، هي مطمئنة، هي امرأة هادئة، هي امرأة حاسمة، هي امرأة محترمة، امرأة وقورة. مين هذه؟ المرأة المتقية الرب. شو اللي بيميز هذه المرأة المتقية الرب؟ بتعيش بالروح القدس، مليانة بالروح القدس، فدائما يظهر عليها ثمار الروح القدس لأنها امرأة متقية. فرح، محبة، سلام، طول أنات، وداعة، تعفف، صلاح، كل الثمار موجودة في هذه المرأة المتقية. وآخر صفة أخليها في المرأة المتقية هي المرأة التي تتشبه بالمسيح بالفكر والعمل. أمين أمين. حدا بيعمل لي أمين أمينك أو أمين. طب بعدين، طيب خلونا ندخل بأربع نساء أخريات. نساء الأخريات الأربعة مشكلة، وأنا بصلي من قلبي، مش بعلم حتى ألوم أو أبدا، أنا بعطي كلمة الرب وكل إنسان يغير يغير من حياته. أول نوع من النساء أربعة الأخريات، المرأة المخاصمة والنكدية. وليه؟ شوف الرجال رأسا نكدية، طلع طلع الصوت. المرأة المخاصمة والنكدية. هو لو كان الرجل بيحب المرأة هتبقى ليه مخاصمة ونكدية، صح؟ هذه النساء. طيب تعالوا نشوف هذه المرأة موجودة بسفر الأمثال 27:15-16. يقول قطرات المطر المتتابعة في يوم ممطر، والمرأة المشاكسة أي المخاصمة نفس الشيء، سيان. من يقبح جموحها كمن يقبح الريح، أو كمن يقبض على زيت بيمينه. أنا مش راح أعلق، أنا راح أمشي بالآيات. الله يستر. الإقامة في ركن سطح خير من مشاطرة بيت مع زوجة نكدية أو نكدة. مهم. حياة المسيحية مهمة، حياة المسيحية مهمة جدا. لما يكون المسيح في البيت مش راح تكون في خصومات، ممكن تكون ظروف، كل عائلة تمر بظروف، لكن هذه الظروف مش راح تستمر. تحتاجي وقت معين قبل ما ينتهي اليوم، قبل ما ينتهي الليل، قبل ما نبدأ يوم جديد، كنا نهينا موضوعنا ولا نعطي لإبليس مكانا. هذا البيت المسيحي. أنا مش بتكلم عن بيت مسيحي بالمناسبة، لأنه لما يكون في البيت نكد
لما يكون في البيت مشاكل خصومات، أول شيء راح يفقدوا هذا البيت هو البركة. البركة راح تغادر، مش راح يبقى بركة. دائما زعل، دائما حزن، دائما بكاء، دائما مرض. ليه؟ لأن هذه الأشياء بتفتح الباب على هذا الموضوع. لهذا السبب لما أنا بقول هذا الكلام بقول يا رب تعال غير النفوس. ككنيسة وظيفتنا نصلي لكل أسرة، لكل عائلة، لكل بيت. هاي وظيفتنا، ننزل على ركبنا نصلي نقول يا رب غير هذا البيت. ليه؟ لأن نقول مثل المطر المتتابع، يعني ما تبطل كلام، شغالة. الله يستر. طيب نأخذ شيء ثاني. المرأة المخزية، سفر الأمثال 12:4. قول المرأة المخزية كنخر في عظامه. يعني شو كنخر في عظامه؟ ما هو هون المخزية؟ معناها المرأة جيب العار، شيء تخجل زوجها، طالعين مع بعض وفي خجل، في شيء داخل البيت أو داخل الحياة الزوجية أو داخل المكان اللي هم فيه، في مرأة عاملة يعني دائما زنانة، نقول هيك لا، دائما في شيء، دائما في كلام موجع، دائما بيقول هون. تعرف لما بيقول، خليني أقرأ الآية من جديد، أما المخزية فكنخر، كنخر بالعظم، نخر كأنه حدا ماسك إشي وعم يضرب بالرجل بالإيد هيك، بيتوجع الإنسان من كثرة. وبالمناسبة نفس هذه الكلمات بنقولها لما بيكون في البيت هيك إشي. أنا مش بحمل المرأة فقط مسؤولية هذه الأشياء، هذا الكلام مزدوج للرجل. حتى لو الرجل عنده النخر في العظام يعمل مشكلة، المرأة عندها نخر في العظام تعمل، هما الاثنين لو عندهم هذه المشكلة تلاقي واحد نازل بالثاني نخر، تجي للبيت مكسرين هما الاثنين نايمين هيك على جنب. طبعا المرأة لها تأثير، لأن هذه الآية تتكلم عن المرأة. المرأة الحكيمة تبني بيتها، أما المخزية فكنخر في عظامه. هذه أنا قريت وصف بالإنجليزي عجبني جدا، بيقول أن الزوجة مخزية تجلب العار هي عفن. باللغة الإنجليزية بتقول عفن في عظامه، عرف عفن العظم. مع الوقت راح تلاقي البيت انهار. ليه؟ لأنه نغز عدت سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما تصلحت الأشياء تبدأ تتكسر أو تحصل تعفن بهاي العلاقة الزوجية. يحتاج أنه نصلي أيضا لهذا النوع من البيوت، هذا النوع من الأسر، أنه الرب يتدخل ويعطي حياة، يعطي دم للعظام الذي يبست مع الوقت وتعفنت مع الوقت. هاي ثالث وحدة. آخر شيء، المرأة غير الحكيمة، أو سميها الكتابة الصاخبة أو الحمقاء، سفر الأمثال 14:1. مكتوب حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيديها، تهدمه بيديها. وبيقول آية مهمة جدا، في بيتها لا تستقر قدماها. دائما بالمول موجودة بالآن. في بيتها لا تستقر قدماها، صوتها عالي مرتفع، كثيرة الصراخ داخل البيت. مين هذه المرأة غير حكيمة؟ كتاب أعطانا نساء اثنين كانوا سبب بلاء وعدم حكمة، ضيعوا العائلة، ضيعوا البيت. واحدة منهم اسمها إيزابل، ضيعت أخاب، ضيعت زوجة، ضيعت الملك مملكة بأكملها، قتلت أنبياء الرب. مين بنت إيزابل؟ عثاليا بنت إيزابل، تعلمت من أمها وتزوجت ملك، ولما جاها أول ولد قالت له اعمل الشر، اوعى تعمل الخير، نصحته بالشر، فكانت مشكلة، كانت أم شريرة. لذلك لما يقول الكتاب حمقاء، صاخبة، مسيطرة إلى طريقة معينة في تدمير حياتها، تدمير بيتها، هذه سميها الكتاب امرأة غير حكيمة. فعندنا أربع صفات جيدة وأربع صفات غير جيدة. ندخل على ثلاثة، آخر شيء أو آخر صفة، وهذه طبعا لغير المؤمنين،
راح أقول لك هي من ضمن الصفات الأربعة. المرأة أو الزوجة الزانية. بعض الأوقات نفتكر إنه الفقر المادي هو بسبب عدم قدرتنا على العمل أو في شياطين ماسك الشغل. لا، بعض الأوقات شوف شو بيقول هذا الشاهد، واللي أنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز. شوفوا الأصعب لما يحصل علاقات مع امرأة رجل آخر أو امرأة معروفة قريبة صديقة، شوف شو يحصل. وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه، كل من يمسها لا يكون بريئا. الخلاصة لحد الآن سامي سلامات ما في شيء. خلاصة أمثال 18-22، من يجد زوجة يجد خير وينال رضا من عند الرب. من يجد زوجة شيء جيد ينال رضا، يعني ينال نعمة من عند الرب. خلي قدامك هذه الصفات اللي حكيتها، امرأة فاضلة، امرأة متعقلة، امرأة حكيمة، امرأة تقية، ثمنها يفوق اللآلئ. الرب يختار لك. ركز عينك هذا الوقت وأشكر الرب من قلبك، قل له يا رب أشكرك لأنه هذه الصفات موجودة بزوجتي. أصلي أنك ممكن تمسك إيد زوجتك أو زوجك أو شخص قريب من عندك وتصلي معه هاي الدقائق، قل يا رب باركنا، بارك بيتنا، بارك زواجنا. حتى لو عدى على زواجك سنين، الموضوع مش عمر، الموضوع راحة داخلية، موضوع قلبك مليان، موضوع حضور الرب في حياتك. قل يا رب أشكرك لأنك أنت موجود في بيتي. حتى لو اجتاز بيتك في صعوبات، حتى لو كان في نخر، حتى لو كان في عدم إيمان، حتى لو كان في خطايا معينة، قل للرب هذا الوقت أشكرك لأنك أنت تغير بيتي، تغير حياتي، تغير زوجتي، تغير زوجي، تغير أولادي. خليني أكون سبب بركة في هذا اليوم لبيتي، أفرح مع بيتي ومع أولادي ومع حياتي باسم الرب يسوع.